السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوان أخواتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جيناكم شقة جديدة في حي السلام. هذه الشقة كما كتلاحظوا شقة تبارك الله، الخدمة ديالها مخدومة مزيان من ناحية القبس والصبغة كذلك، وكذلك الأرضية وكيف ما كتشاهدوا معنا ما كتشوفوا معنا. كيف ما كتشاهدوا معنا هذا هو المطبخ، مطبخ مخدوم خدمة زوينة ونقية تبارك الله. هذا هو المطبخ. الصالة تبارك الله فهي زوينة، خدمة الخدمة زوينة والألوان كتناسق مع الصباغة ديال الحيط، والديكور زوين ما شاء الله تبارك الله كما كتلاحظوا في الصورة. وكنمروا لهذا بيت نوم كما كتلاحظوا حاجة زوينة نقية، وهذا الدوش، هذا الدوش تبارك الله، دوش كما كتلاحظوا كامل زليج من تحت للفوق كما كتلاحظوا. وفي الاخير كنتمنى نال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلايك، واللي بغى يشوف البارتمان ان شاء الله عجبك بغى يشوفها مرحبا به، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او الواتساب خلال الرقم التالي اللي كيظهر على الشاشة. وفي الأخير ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة. نشوف لكم جديد العقارات، وتلقاو العقار المناسب لكم إن شاء الله. مع أخوكم.